Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بإذن الله المجموعة الثانية من حل ملف تجميع التميز للمحاسب للقسم الكمي. هبدأ بإذن الله بأول سؤال، مديني سؤال زي كده رسمز بالشكل ده وبيقول لي ما عدد الموهوبين في الخط والنحت معا. طبعا الشكل ده اتكررت علينا في الفيديو اللي فات، قلنا شوف هو طالب مني ايه. طالب مني هنا الخط والنحت معا، قلنا اخبي اللي هو مش قايل لي عليه. مديني الرسمه كده بالشكل ده، رسم ونحت، رسم وخط ونحت. طالب مني الخط والنحت معا، ادي الخط وادي النحت. اللي مش طالبه مني هو الرسم، اروح مخبيه، اخبيه بالشكل ده كده. اشوف عندي هو كان طالب مني ايه. كان طالب مني ما عدد الموهوبين في الخط والنحت، في الخط والنحت معا يعني المشترك بينهم. لو جيت شفت هنا هلاقي ده كده في الخط بس، اروح شاطب عليه. هلاقي هنا اروح شاطب هنا، اشوف اللي في النص عندي، الاقي اللي في النص عندي الرقم 7. يبقى اذا الموهوبين في الخط والنحت معا كام؟ 7. اجي اشوف في الخيارات هلاقي 7 8 15 0، يبقى قلنا الخيار بتاعي 7. اجي اشوف السؤال الثاني بيقول لي ما نسبه الطلاب، رسمه بالشكل ده بيقول لي ما نسبه الطلاب في الصف الثالث المتوسط الى جميع الطلاب. مديني رسمه زي كده بيقول لي طلاب سعوديين وطلاب غير سعوديين، الصف الاول المتوسط والثاني والثالث. عايز ايه هو؟ عايز نسبه يعني نسبه مئويه، تمام، للصف الثالث المتوسط لجميع طلاب المدرسه. يبقى انا لازم اجيب الاول جميع طلاب المدرسه اعرف هم كام. هاجي اشوف عندي هنا هلاقي هنا 200 زائد 300 500، 500 زائد 250 750، اروح كاتبها كده هنا 750. اجمع تاني هشوف هنا عندي ده كده الطلاب السعوديين، الطلاب الغير سعوديين هلاقي عندي هنا في الصف الاول في المنتصف بين الصفر وال50 يعني حوالي 25، في الصف الثاني المتوسط هلاقي الطلاب بين ال100 وال150 يعني 125، 125 و 125 و25 تبقى 150، 150 زائد في الصف الثالث المتوسط هلاقي الطلاب بين ال50 وال100 يعني حوالي 75، يعني 75 زائد ال100 150 بتساوي الخمسه تنزل 7 5 12 ومعنا الواحد 1 1 2 يعني 225. اجمع 225 مع ال 750 واشوف عدد الطلاب هيطلع معايا كام. الخمسه تنزل 5 و2 7، 7 و2 9، يبقى ده كده عدد الطلاب الكلي. يبقى اذا عندي هنا اجيب النسبه، لازم عشان اجيب النسبه اعرف عدد طلاب صف الثالث المتوسط الاول. الطلاب السعوديين عندي كان ب 250 زائد الطلاب الغير سعوديين عندي قلنا في النص بين ال 50 وال 100 يعني ب 75. اجمع اشوف هتساوي كام. الخمسه تنزل 5 7 12 ومعنا الواحد 2 1 3 يعني 325. يبقى اذا النسبه بروح حاطط عدد طلاب الصف الثالث المتوسط الى جميع طلاب المدرسه، يعني 325 على عدد جميع طلاب المدرسه اللي هم 975 ضرب 100 عشان اجيب النسبه المئويه. طبعا عشان اجيب اختصر الكلام ده هيطلع معايا صعب، عشان اجيبها اجي اشوف في الخيارات ابسط على نفسي احول النسبه المئويه لكسور. بمعنى ان انا عندي ال 25% كانت بتساوي ربع، ال 20% بتساوي خمس، ال 15% معرفش بتساوي كام، ال 30% تقريبا بتساوي ثلث. طبعا عندي هنا لو انا جيت ضربت الاربعه في البسط عندي المفروض يديني المقام، يعني انا لو قسمت المقام البسط على المقام المفروض يديني ربع. طبعا عشان كده لو جيت ضربت الاربعه في البسط المفروض يديني المقام. اجي اجرب اضرب، اقرب دي مثلا ل 300 تقريبا، اضرب 4 في 300 تديني 1200، طبعا يبقى كده ما ينفعش اكبر بكتير من 975. اجي اجرب اضرب 5 في 300 تديني 1500، برضو اكبر بكتير من 975. ادخل بعد كده على الثلث اشوف هتساوي كام، لو طلع معايا ما يساويش برضو يبقى اذا اختار ال 15. اشوف عندي كده اجي اضرب 3 في 300 بتساوي 900، لو جيت كملت كمان عمليه الضرب هضرب 3 في 25 بتساوي 75، يبقى اذا هي فعلا بتساوي كام؟ بتساوي ثلث. وقلنا الثلث اللي هو بتساوي كام عندي اللي هو 30% تقريبا. ادخل بعد كده على السؤال الثالث بيقول لي نفس الرسمه وعايز عليها سؤال ثاني، بيقول لي الفرق بين عدد الطلاب السعوديين والغير سعوديين في الصف ايه؟ في الصف الاول المتوسط. اجي اشوف الصف الاول المتوسط عندي، هلاقي عندي الطلاب السعوديين بيساوي 200، الطلاب السعوديين 200 والطلاب الغير سعوديين بين 0 و50 يعني حوالي 25. طبعا هو كان طالب مني فرق، يبقى اذا طرح 200 ناقص 25 بتساوي 175. بقى اشوف في الخيارات في 175 عندي، هلاقيها عندي اول واحده 175. ادخل بعد كده على اخر سؤال مديني رسمه بالشكل ده، بيقول لي عدد الطلاب 30 في الشكل كله، عايز مني هو عدد الطلاب كم، عدد الطلاب الناجحين. الناجحين عندي لو جيت لاحظت عندي هنا هلاقيها هي نص الرسمه، وهنا الغيابين 30%. طبعا يهمني الناجحين اللي هو عايزها، يبقى نصف عدد الطلاب يعني 30 على 2 بتساوي 15 طالب. اجي اشوف في الخيارات هلاقي عندي 15 اول واحده، يبقى اذا هي دي الاجابه بتاعتي.
وبكده نكون خلصنا المجموعة الثانية من تجميع التميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.